سعياً لحصد اللقب الثاني هذا الموسم بعد الدوري الإنجليزي والإبقاء على آماله في التتويج بالثلاثية التاريخية، يلاقي مانشستر سيتي غريمه التاريخي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. السيتيزنز تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا يخوض الديربي معولين على القدرات التهديفية للمهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند وخبرات متوسط الميدان كيفن دي بروين، وتمثل المباراة فرصة أمام السيتي لاستعادة نغمة الانتصارات، وذلك بعدما اختتم مسيرته في البريمير ليج بالهزيمة أمام برنتفورد لتكون هزيمته الأولى بعد 25 مباراة متتالية حافظ فيها على سجله خالياً من الهزائم بالبطولات كافة وحقق خلالها 20 انتصاراً. على الجانب الآخر يحلم مانشستر يونايتد بإضافة ثاني ألقابه هذا الموسم بعدما ظفر بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. قائمة الشياطين الحمر تبدو شبه مكتملة باستثناء المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام فولهام، ويسعى فريق المدرب إيريك تنهاج لحرمان غريمه من الثلاثية التي تعد الوحيدة التي حققها الفريق الإنجليزي الوحيد في التاريخ موسم 1998-1999.